لك مين محمود اسماعيل بس؟ الكابتن محمود اسماعيل انا اللي هو الكابتن محمود خد 6-0 وطبعا دي نتيجه يعني حضرتك انا يعني ممكن تقول ان انا هستغنى عن رجل من رجليا فهلعب برجل واحده يعني كفايه يعني قدر محمود عندي ان انا العب فعلا احنا بنلاقي صعوبه في التهديف وهو موجود لانه حارس محنك وحارس ليه خبره وليه باع طويل في الملاعب فوجوده بيعوق اي مهاجم ان هو يصل للمرمى. انا ما اسمحش للاستاذ سامر يقول على الجون بتاع محنك دي يعني معلش مع احترامي ليك يعني هو رجل لا انا ما اسمحلكش محنك دي هو راجل تكلم بقى هو راجل قلت محنك دي هو راجل قدير في حراسه مرمى ويدافع على بعض ويدافع بكل قوه ويزاول عن هو بيقولك انت لمحنك ايه رايك بقى انا عندي اصابه بالغه في هذه النقطه الفظيعه ومع ذلك هلعب بايد واحده واسيب الثانيه برضو في البلاكار زي ما كابتن تامر هيسيب رجلي في البلاكار. طيب كابتن تامر بيقول انه ممكن يلعب برجل واحده ويكسب وواثق في الفوز يعني ايه رايك؟ اما هو ما دايما ابو رجل مسلوخه بيقول الكلام دوت دايما بيخوفنا برجله الثانيه بس احنا ما بيهمناش بينفذوا التعليمات طبعا اكيد هيبقى في تعليمات هيكون في تعليمات للمباراه ان شاء الله هنحطها كله هيعرفها ويراها قبل الماتش ان هو هيلعب برجل واحده حتى وهيكسب يعني والله يا كابتن احنا عملنا محاولات جامده جدا مع استاذ تامر ان هو يلعب برجليه الاثنين عشان في يبقى في تكافؤ حاولت المدام جابتها الحمد لله لقيتها فوق الدولاب وجابتها له نتمنى لنا ودعي لنا كابتن كفايه الجمهور ده كله كل الجمهور ده اللي جالنا واتفرج علينا ان شاء الله محمود النهارده بيقول ان الماتش هيكون ناري وانا هكسب يعني والله احنا عارفين ان الاستاذ محمود كابتن محمود بق شويه يعني فهو يبطل تصريحات عشان ما بقاش شبيه الكابتن مرتضى منصور كلها تصريحات في الاخر مفيش كابتن هشام جون عالمي فهتعملوا ايه معاه والله احنا حاولنا نعمل اي حاجه مع الكابتن هشام زي ما حضرتك قلت كده هو جون عالمي فعلا فالحمد لله كسرنا له ايده فربنا ييسر الحال ونعديها من بين الرجلين النهارده العاملين بص احنا كفرقه الحمد لله متعودين على هزيمه ودي الحمد لله دي ميزه في فرقتي انا طبعا لو كسبت تامر ده هتبقى معجزه للطبيعي ان تامر اكس معجزه ومع ذلك برضه هلعب وهادي في الملعب وفرقتي الحمد لله رب العالمين كامله متكامله ومتعودين على هزيمه زي ما قلت لك في بدايه كلامي وان شاء الله باذن الله وعد لجمهورنا الحبيب ان احنا هنخسر اقل من 6 بكتير وده وعد تلاقي حلاوه ورقي كابتن تامر واخد بالك لكن ده ما يمنعش ان مستر محمود اخرته هتكون على ايدي النهارده يا كابتن ان شاء الله باذن الله كابتن مدحت شلبة بنشكرك يا كابتن مدحت مرة ماتش ايه النهارده؟ هنبدأ وبنسخن اهو كابتن محمود النهارده في تحدي مع الكابتن تامر الفرماوي ايه رايك؟ هنبدأ وبنسخن اهو مرة ماتش ايه النهارده؟ هنبدأ وبنسخن اهو كابتن محمود النهارده في تحدي مع الكابتن تامر الفرماوي ايه رايك؟ هنبدأ وبنسخن اهو هدف عالمي عاودني من الاول يا مخرج عاودني من الاول تعرف كوره ولا ما تعرفش ارجع من الاول ارجع للروعه ارجع للفستيفال ارجع للكرنفال ارجع للضربه ما غير سته اتفرج ما فرقش معايا كل الكلام ده مش مهم مين يكسب مين يتغلب اهم حاجه ان كله التزم بالتعليمات